كنا اليوم في برنامج بجوجنا نقدروا تحت إطار جمعية النصر للثقافة والفن. هذا البروغرام هو من طرف لينوبس أو الاتحاد الأوروبي. احنا اليوم مجموعين باش نتعلموا نكتسبوا آليات ديال إنتاج أفلام سينمائية قصيرة. احنا كعيالات كفتيات وكشبان كلنا في الورشة كنخدموا واحدة بعضياتنا مجموعين باش أنا نقدروا نهرسوا داك التمييز بين الجنسين، وباش نكبروا حنا كشباب بواحد المجتمع ان شاء الله اللي ما يكونش فيه ما بقاش نشوفوا فيه هادشي اللي كنا ديجا كنشوفوا في الاجيال اللي سابقين من التمييز وتحقير للمراه وما الى ذلك. جيت من ايفان اطلس الصغير باش نحضر لهاد الورشات اللي كتقام هنا في اكادير على السينما، ويعني اللي غنخرجوا في الاخير بخمسه ديال الافلام، يعني في خمسه ديال الافلام يعني حول المراه ودورها في المجتمع. هاد الورشات يعني غيساعدونا بزاف باش يعني باش نديروا هاد الافلام هادو. وصراحه جاوا يعني جات الورشه جاوا يعني في ظرفيه مهمه، يعني باش يعلمونا يعني الاساسيات ديال السينما. احنا اليوم في واحد الورشه تكوينيه حول المونتاج واللي نظمتها جمعيه النصر، اللي كنشكرها بهذه المناسبه لانها تحت لي واحد الفرصه انني نحضر ونواجه واحد الشباب اللي فاش كتشوف في عينيهم كتلقى انهم تبارك الله عزيمه وكلهم اراده وانهم باغيين يتعلموا وباغيين يدخلوا لهذا الميدان، واللي من هذا المنبر كنتمنى لهم التوفيق. دونك في هذه الورشة حاولنا ما أمكن أننا نخدموا حول الأساسيات الأولى زعما، ولا نتعرفوا على المونتاج ونتعرفوا على البرامج ديال المونتاج خصوصا أدوب بروميير، ونعرفوا على المراحل اللي كيمر منهم المونتاج سواء من من من, من البداية ديال اختيار المادة إلى نهاية يكون عندنا واحد المشروع اللي هو فينال. وهضرنا أيضا في الكوتي الأكاديمي حول التاريخ ديال المونتاج، حول البدايات ديال المونتاج كيفاش كان البدايات ديالو. حاولنا غير باش المهم ان الطالب ولا اي واحد كيبغي يتعلم شي ميدان كيخصك مهم انك تحطه بعدا في الصوره وتحطه في الاطار وتعطيه البدايات ديال المونتاج كيفاش بدا المونتاج، خصوصا اننا عرفنا باللي البدايات ما كانش لي لوجيسيل ما كانوش الحواسيب الى غير ذلك. دونك حاولنا ندير واحد التعريف قبل ونهضروا حول البدايات الى غير ذلك. قلنا البرنامج هذا احنا بالنسبه لنا التقييم ديالنا هو اولا سعداء جدا باننا شفنا مجموعه ديال الشباب اللي تكونوا معنا اللي كيمثلوا مدينه اكادير اللي هما 25 شاب وشابه اليوم اللي استوعبوا مجموعه ديال المفاهيم اللي كانت غايبه عليهم. اليوم كنظن ماشي كنظن ولكن احنا متاكدين بزاف على اساس باننا اليوم الشباب اصبح يفهم شنو هي المساواه، اصبح يفهم شنو هي المناصفه، اصبح يفهم شنو هي مقاربه النوع، وكذلك اصبح متاكدا ومدافعا على اساس بان اليوم لا مغيب على باش تكون واحد المناصفه باش تكون منشوده في هذا الوطن العزيز. ايضا الورشات اللي اطروها الاساتذه مشكورون، كانت الورشه الاولى في الديمقراطيه التشاركيه، كانت مقاربه النوع، كانت الحقوق في العمل والمسؤوليه السياسيه، كذلك كاين البرنامج اللي هو فني، هو في تقنيات التصوير، فيه كتابه السيناريو والاخراج. اليوم احنا في الورشه الاخيره في هذا البرنامج اللي هو الورشه ديال المونتاج اللي كيأطرها مشكوره الاستاذ رشيد اعنطري، على اساس بان غادي نخرجوا من خمسه الافلام قصيره اللي غادي يكون 25 شاب وشاب بغيت تقسموا خمسة مجموعات، كل خمسة شباب غادي نتجولين واحد الفيلم قصير على المساواة بين الجنسين في مدينة أكادير.